انت منك تزيد غلطه لكن غثا لكن ما نوم هذا الشوق الشوق ذا لم ما بقت لك محبه لكن الشوق للام يا ابو فارع هذا شيء ثاني والله صعب. طيب كلم حاول حاول يا اخي كل ما جيت الاداره قالوا بنقاطك بنقاطك والله ما يقصرون والله جاي ننافس هنا والله ما احد ما يدري والتقدير مطلوب هم والله ما يقصرون لكن ما شفت احد تجاوب. وش تسوي الحين؟ والله ما ادري ايش اسوي. انا اضرب الباب انا اجلس انا تروح الباب عشان امك تزعل عليك يا اخي. والله هذه مشكله عاد بالصدق ان شوق لهم شيء ثاني. ابشرك ابشرك ان الله رد باذن الله هنتكلم بيجي الليل كذا ابو عبد الله ان شاء الله استبعاد فهد لا قصدي استمح لفهد فارع الخروج لمده يومين باذن الله نتكلم ابو عبد الله ابو عبد الله ما يقصر كلمه ها ابو عبد الله ما يقصر كلمه لا والله كلها 24 ساعه راح اسلم على احد نعم يمديك 24 ساعه يمديك 24 ساعه يمديك 10 طياره من هنا لين ترى اقول لك 48 بس من عنديني 48 ساعه والله انك شوف يا طول عمرك رح والله والله يتجاوبوا معك ما يقصرون يا ابو فارع انتم من الناس اللي تستاهل وتونا بدايه الاسبوع فان شاء الله اليوم ان شاء الله بنعطيك اجازه الليله بعد فقره المستثمر خلاص مره الله يحفظك ان شاء الله روح نشوف كلمهم صدقني تجاوبون البارصه يوم ايش؟ البورصه خميس البورصه اليوم تراها اسمها المقايضه واختيار سيد المزاد سيد اليوم في المقايضه ها المقايضه بيكون فيها سيد المزاد تراها المقايضه وبيكون فيها نفس الشيء اسمه مش وبيكون فيها هذاك اللي يكون اكثر واكثر مبيعا عشان يختارون الشيخ خلينا هالشيخ ذي الاربع الاكثر مبيعا زاد اصير الشيخ اني خسرت القريه خسائر ما هي صح اصلا خارجني من ايش مضيق ابو فارع عطني عطني فنجان عندك فرصه انت الحين يا حبيبي ابو عوض والله العظيم انك ما تضيق عليك انا ولد ابو ما تضيق انك اخو لا مصبرني الا انت ورا يجيني ما يحتاج رواك الطي ما يحتاج احنا اخوان هنا هنا جينا اخوان وانا اخوك راح نطلع اخوان بعد ومن ناحيه امك والله اني مقدرك يا فهد واني ادري واني ادري الشعور اني مارن فيه وانا اقول لك حاس والام يعني هذه الليله بتجيك اجازه 48 ساعه بس انا من شعور اخو لاخو نقابل ابو عبد الله اشرح له الوضع وكذا قل له لو بسلم عليه مهما كان الام هذه وابو عبد الله يقدر الاشياء هذه والله رجعكم وصدقني باذن الله انه نتجاوب معك تونا بدايه الاسبوع لا تضيق خاطرك وانا اخوك لا تضيق خاطرك يعني ما انه مثل ما تقول وقت انا زي ما قلت شده ولا شيء تونا بس اهم شيء لا تضيق خاطرك وعيش الجو تروح يومين ان شاء الله يوم الثلاثاء انت معنا فقره الاسبوع مستثمر خلاص ملاحظ المشاعر انا ملاحظ والله ملاحظك لك اسبوع واشوفك حتى بالغرفه يوم تجلس وتهوجس لحالك لكن ما بديت حيل الا انك تكلم ابو عبد الله كلمه وزر عليه قال والله العظيم انه الخلاق قفلت عندي انت واضح عليك حتى واضح على وجهك والله هذا والله انا ناكل لكن ما كل لا بتكلمه باذن الله الله يسر هذا يلم ملم مهما كان اذا غبنا عنها اسبوع اشتقنا كيفكم ان شاء الله ما عليك ان شاء الله انت تتيسر السلام عليكم شفت ارحب كم السلام ورحمة حزينين والله ابو الحين قبل شوي لا الرجال عنده الظروف شويه والحين جالس يناقشنا فيها ناقشنا هو الرجال لازم بيقطع لامه تبغى نروح للاداره يا ابو فارع ابو فارع بس انا لي ثلاث شهور هذا ثلاث شهور ما شافها الوضع مختلف شوي تبغى نروح للاداره يا ابو فارع اهم شيء لا تضيق خاطرك انت لك يومين ما انت فهد الاول والله اني ماني فهد الاول مالي حيله يا رجل خذها خذها مني الله رد الليله نحضر المستثمر وبعد المستثمر ان شاء الله ترى بيجون الاداره كلهم بالليل نكلمهم كلنا نحن وقفه وحده وبعد شوي يجي كذا يظهر بالشاهي سماح لفهد فارع الذهاب 48 ساعه صدقني ما راح يقصر 48 ساعه لا هي لون 24 ساعه مركب عيد يبغى لها يوم الا ان توصل 24 بسيطة 24 تكفي اذا طار مثلا الليلة يروح يرجع بكره مثلا بعد بكره يعني
لا صدقني ما راح يقصر معك ابو عبد الله باذن الله. انت ابو فارغ والله من الناس اللي تستاهل والله. سهل الطيب والله. تستاهلون كلكم القوم وانا ابو احمد. عمري طيب. تلقاها وينبسطون اخوك. حاولك تفك علينا ما ادري بسطه والله ما انت. اذكر كذا ما طلعت الليله ما اكون احمد. الليله او بكره. انت بس انت شرحت وضعك ابو عبد الله طيب والله. ما قابلت كل ما جيت. خلاص اجل اشرح. الليله يمكن عندهم امسيه او شيء. والله عندنا اداره متفاهمه. امسيات الليله؟ مساءات امسيات رواح امسيات او مساءات الليله اذا الليله اشرح له الوضع بعد خاطرتك الوضع اكيد اكيد اشرح له اللي في خاطرك صدقني تجاوب صدقني تجاوب ما عليك يا ابو فارس لا تشيلها الله يزينها ان شاء الله يخليكم باذن الله يا ابو فارس خلي كلها ان شاء الله. رمان قهوة؟ والله شرحت. ليه انت كنت في المطبخ؟ لا والله صح اليوم عايشت كل الواقعية مع نفسي يا ولد. ليه؟ صحيت صليت الظهر جيت جلست لحالي العيال دخلوا ناموا واللي دخل المطبخ اروح يا ولد طلع الملابس اروح اغسلها واظبط الملابس اضبط الامور واروح احطها هناك عشان تنشف واروح اخذ لي دش وبعدها اطلع اتمشى مع نفسي واجيب لي كتاب اقراه يا ولد اليوم الواقعيه مع نفسي عشتها صرت استرالي يعني اليوم استرالي عشت كذا طقوس حلوه رجاوره سلام شيخ 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 وانا خاف عليكم ما بكم تجوعون ولا شيء طب جيب لنا احنا انت ما تقول تبي الدلعان جيب لنا تقول خذ حمود احنا عيالك هنا ايه اتريها كيف تغدى والله راح تغدى وفرقوا اليوم اخر يوم اليوم التقاعد حقك يا 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 شيل زين عيونك حلوه نفسيه تعبان والله بس ابو فارع لا تضيقها تبغى نجيبك معي غدا فهد لا والله ما لي تاكل معي الا والله تاكل والله ما لي فيه والله تاكل وانت متشرف والله والله ما لي في ما لي في والله يوسف والله ما لي في اقسم بالله ما لي في والله ما لي في والله استودع نفسي وعزات
شبيت هذا هذا اللي عند الباب اخوي تكفى والله ما اقدر طب نقدر لو ناقل والله اني رد زايد والله ما لي فيه والله صادق والله ما لي فيه تبغى تضيع خلاص اقدر اضيع باذن الله تروح تبغى تزين ان شاء الله لا تضيقها يعني اخوك لا تضيقها هذه الدنيا حظوظ وتوفيق ابو فار ما عليك باذن الواحد الاحد نكلم رغبتنا من اللي عندها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله والله ما لي فيه والله ما لي فيه خلاص جبل جبل ما لك فيه ما مالك فيه عاد ترى جاك وما حد يرمي النعمه ايوه زيد ترى يا ابو فهد هذا تجرب عن نفسي مسدوده ولا تموت علينا ابو فهد لا مات علي ابو فهد من اللي من اللي بعد هالدنيا ها كل والله صادق كل حل انا على جنب حتى ممكن تشوف وتفرح كل ما يطير لحظه لا ما يمكن ثبت بس ما يثبت بس لحظه بجيبك لوجهك خمول على نفسي على أبا فارح لماذا لا تتناول الطعام؟ نفسية قاهرة